مساكم سعيد مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا على شاشة الفضائية التربوية السورية، حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الصحة. بحلقة اليوم الكوليرا ما بين التفشي والانحسار، أين نحن من تدابير الوقاية والعلاج؟ بعد فترة من الحمية الغذائية يثبت الوزن، فكيف نحل هذه المشكلة؟ هشاشة العظام ما علاقتها بتكرار الكسور وازدياد نسبتها؟ هذا بالإضافة لمجموعة من الأخبار والتقارير والنصائح الصحية في سياق الحلقة. البداية مع أخبار الطب، ولكن بعد الفاصل. بداية أخبارنا الطبية من دراسة جديدة تربط ما بين تغيرات المناخ والمشاكل الصحية، فقد أظهرت دراسة أن 1.4 مليار شخص في 83 دولة يواجهون الإجهاد المائي، حيث لا يجد أكثر من 20% من السكان مصدر لمياه الشرب النظيفة. كما أشارت الدراسة إلى أن 750 مليونا حول العالم متضررون حاليا من سوء التغذية وتبعات تغير المناخ وزيادة التضخم والحرب التي ستفاقم انعدام الأمن الغذائي في المستقبل. وأوضحت أن تلوث الهواء يتسبب في ما يصل إلى 9 ملايين وفاة. أظهر بحث جديد أن شرب فنجان من القهوة في كوب بلاستيكي مرة واحدة في الأسبوع قد يعرض صحتك للخطر، فقد تم العثور على الآلاف من جزيئات البلاستيك الدقيقة في المشروبات المقدمة في الأكواب البلاستيكية، حيث أطلق كوب واحد ما يقرب من 1500 جسيم بلاستيكي بعد 5 دقائق فقط من وضعه في الكوب، وذلك بسبب انفصال اللدائن الدقيقة عن الكوب. وكلما طالت مدة بقاء المواد السائلة الحارة في الكوب، كلما زاد عدد الجسيمات التي ستطلق. وأوضح العلماء أن تناول أو استنشاق الجسيمات الدقيقة قد يؤدي إلى تراكمها في الجسم بمرور الوقت، ويمكن أن تخلق ضغطا على جهاز المناعة، بالإضافة إلى كونها ضارة في حد ذاتها، كونها محملة بالبكتيريا الضارة أو المواد الكيميائية السامة. تساهم منتجات تنعيم الشعر التي تستخدمها النساء في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم، حسب ما أظهرت دراسة جديدة. وبينت هذه الدراسة أن خطر الإصابة بسرطان الرحم يزيد بأكثر من الضعف لدى النساء اللواتي يستخدمن هذه المنتجات بشكل متكرر أكثر من 4 مرات في السنة. ولم يجمع الباحثون معلومات عن منتجات معينة لتنعيم الشعر، لكنهم أشاروا إلى أن مواد كيميائية عدة تستخدم بصورة متكررة ضمن مختلف العلامات التجارية يمكن أن تساهم في زيادة خطر الإصابة بالسرطان، وهي البارابين والبيسفينول وحتى الفورمالديهايد. بهذا الخبر نكون قد وصلنا لختام جولتنا على الأبحاث والدراسات الطبية الحديثة. محورنا الأول لهذا اليوم عن الجهاز الهضمي وصحته، لكن بعد هذا التقرير. يؤثر نمط الحياة التي يعيشها الفرد على صحته الجسدية والنفسية بشكل عام، ولعل الجهاز الهضمي هو أحد أكثر أعضاء الجسم المتأثرة بشكل ونوع الحياة التي يعيشها الإنسان. فالأطعمة التي يتناولها والضغوطات النفسية التي يعاني منها ومدى ممارسته للرياضة، جميعها عوامل تؤدي إلى الإصابة بالأمراض إن لم تتم متابعتها بشكل يضمن سلامة الجسد. فالجهاز الهضمي المسؤول عن حصولنا على المواد المغذية اللازمة لصحة الجسم قد يتعرض لمشكلات عدة في أحد أعضائه المكونة له، مما يتطلب رؤية الطبيب المختص فورا، سواء ما يتعلق بالمري أو بالمعدة أو الأمعاء. فغالبا ما تؤثر أمراض الجهاز الهضمي على عمل الإنسان لما تسببه من آلام حادة قد تمنعه من تناول الطعام أو من بعض أنواعه، مما ينعكس سلبا على حياته عامة. ما
متابعينا، يصاب الجهاز الهضمي بعدد من الأعراض نتيجة تناول الأطعمة لا سيما الملوثة منها بالجراثيم كالكوليرا التي ظهرت إصابات عدة منها في سوريا. فما هو هذا المرض وما سبل الوقاية منه؟ هذا ما سنتعرف إليه من الدكتورة هاتون الطواشي، مديرة الصحة المدرسية في وزارة الصحة. يسعد أوقاتك في وزارة التربية. أهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد أوقاتكم جميعا. أكيد هذا الموضوع كتير شاغل بال الناس، فعلا هو منتشر للأسف بسوريا بسرعة كبيرة، بدأ بالمشافي وفي عدة محافظات. خلينا بالبداية نعرف مرض الكوليرا بتفاصيل معينة. طبعا مرض الكوليرا هو مرض معدي، يعني من الأمراض السارية، بتسببه جرثومة بنسميها الهيضة أو ضماط الهيضة، يعني هي هيك اسمها علميا. هي عبارة عن جرثومة سلبية الجرام، ممكن أنه تنتقل بواسطة الطعام والماء الملوثين، وبتأثر على الجهاز الهضمي وتؤدي إلى مجموعة من الأعراض. بعض الأحيان هاي الأعراض بتتطور بنسبة معينة وممكن أنه تؤدي إلى الوفاة. الكوليرا، يعني سوريا يعني لا يوجد حالات كوليرا في سوريا منذ عام 2010، يعني مما يجعل وجود حالات جديدة بالكوليرا هو يعني شيء يدعو لاستجابة الفريق الصحي ووزارة الصحة وجميع الوزارات المعنية للتعامل مع هالانتشار والحد منه واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والأبناء التلاميذ والطلاب. طيب نحكي عن أسباب المرض، يعني شو هي المسببات العوامل اللي بتسبب الكوليرا؟ طبعا مثل ما ذكرنا هي عبارة عن جرثومة ممكن تنتقل للشخص عن طريق طرق مختلفة، من الطعام الملوث بالجرثومة، منها الماء الملوث، أيضا ممكن وضع اليد أو يعني ممكن الأيدين تكونوا ملوثتين بالجراثيم، ويعني يؤدي هذا الشيء أنه تنتقل العدوى للجهاز الهضمي. إجمالا هي العدوى عن طريق الجهاز الهضمي، نحن علميا يسمى الطريق البرازي الفموي. ممكن الطعام يكون تلوث مثلا بالذباب إذا كان يعني نقل جرثومة، أو ممكن مثلا باختلاط أحيانا الصرف الصحي مع المياه الغير الآمنة. الطعام ممكن حفظه بدرجات حرارة أحيانا غير مناسبة، أو بسبب تلوثه العاملين اللي بيكونوا عم يعملوا بيكونوا مثلا يديهم ملوثة بالجراثيم. كل هاي يعني العوامل اللي بتؤدي لانتقال المرض إلى الإنسان السليم. دكتورة، في عمر معين يصاب بالكوليرا أم لا؟ كل الأعمار ممكن تصاب، حتى الأطفال الصغار يعني، وحتى بأعمار الرضع، يعني حتى ممكن الرضع الصغار ممكن أنهم يتعرضوا للإصابة. هلأ بتكمن الإصابة بتكون خطيرة غالبا بالأعمار الصغيرة جدا اللي هي تحت السنتين، وأيضا بالأعمار الكبيرة اللي فوق العمر 60 سنة أو اللي بيكون غالبا بهاي المرحلة العمرية عندهم أمراض مزمنة كالسكري كالضغط كالأمراض القلبية، لأنه مناعة الجسم بتكون أضعف. تمام. وممكن هذا يؤدي لخطورة أكبر. تمام. خلينا نعرف من حضرتك أكثر الأعراض اللي ممكن تصيب الشخص المصاب بالكوليرا. طبعا المريض، خلينا نأكد أنه مو كل مين تعرض للإصابة بالجرثومة بيعمل أعراض، يعني ممكن أنه الأعراض تظهر فقط عند 20% من الحالات، لأنه بقية الحالات ممكن الجهاز المناعي أنه يتعامل معها وما يوصل المريض للإصابة، أو ممكن تكون كميات الجراثيم يعني قليلة فما تؤدي لأعراض شديدة، أو يعني عوامل مختلفة. أما 20% من الأشخاص اللي بتتظهر عندهم الأعراض فغالبا ما تبدأ على شكل إسهال مائي حاد شديد مائي يشبه بماء الرز، لونه فاتح، يعني هاي الشيء الإسهال المميز للكوليرا. يترافق أحيانا مع ألم بطني وأحيانا لا يترافق، كمان أحيانا بيكون في إقياء وأحيانا لا يوجد. الشيء المميز أنه لا يوجد ترفع حروري، وأن المريض يعني حالته العامة تسوء بسرعة، يعني خلال عدة ساعات ممكن يوصل إلى مرحلة التشفاف ويضطر إلى دخول المشفى، وإذا ما تلقى الرعاية الصحية ممكن تصل إلى الوفاة خلال فترة قصيرة. يعني دكتورة، هاي الصفات اللي ذكرتيها حضرتك هي بتميزه عن الأمراض الأخرى لجهاز الهضمي.
تابعت لأنه في كثير تماما في كثير تشابه بين الأعراض صحيح، لكن ما يميز الكوليرا هو عدم لا يوجد ترفح حروري وانه هي سريعه، يعني اعراض بتاتي بشكل سريع وتؤدي بسرعه الى تؤثر على الحاله الصحيه للمريض وبتفوته لمرحله التجفاف، وممكن تعمل له اعراض الصدمه يعني واعراض احيانا عصبيه، احيانا بفوت بقصور كلوي حاد، يعني هذا الشيء كله بيصير خلال يعني فتره بسيطه ممكن 24 ساعه وممكن اقل. مثل ما ذكرنا ما في حرارة، ما في هالألم البطن الشديد، ما في هالألم يعني أثناء الإسهال، هذا بيميزه عن بقية الحالات. كمان دور السراية هو بسيط، يعني بعد تناول الطعام الملوث أو الماء الملوث ممكن أحيانا ب 12 ساعة تبدأ الأعراض، وحد أقصى 5 أيام، يعني بتكون فترة قصيرة بين التعرض للعدوى وبين ظهور الأعراض. طيب التشخيص كيف بتم دكتورة؟ ولا نحن فقط بناخذ بالأعراض اللي بتظهر على المريض، أم أنه هناك في فحوصات في تحاليل؟ شو المطلوب؟ هلا هو بالواقع أي شخص عنده أعراض اللي حكينا عليها الإسهال المميز هذا بنسميه حالة مشتبهة للإصابة. يجب تأكيد الإصابة، في اختبارات بتأكد، في شيء منها اسمه الاختبارات السريعة، يعني ممكن عن طريق المسحة من أو عينة من البراز بيتم إجراءها بطريقة معينة اختبار سريع، ولكن هذا الاختبار ما فينا نعتبره انه هو اختبار دقيق ومثبت للمرض. الاثبات الاكيد بيكون يا اما عن طريق تحاليل البي سي ار او عن طريق زرع البراز. هلا اذا تم التشخيص مخبريا يعني مثل ما ذكرت بالزرع او بالبي سي ار لشخص وكان جميع المخالطين له يعني بالاسره بالمدرسه بالتجمع اللي هو موجود فيه، او مثلا الاشخاص اللي تناولوا نفس الطعام من نفس المطعم فردان عندهم نفس الأعراض، فما في داعي أنه نعمل التحاليل لجميع الأشخاص. تمام. يعني كافي أنه نحن شخص يكون عنده الإصابة لنتأكد، والباقي عندهم إسهال بنفس الصفات لنتأكد أنه الجميع عم بيعانوا من الإصابة ويتلقوا الرعاية الصحية المناسبة. طب خلينا نحكي عن مخاطر الإصابة بالكوليرا فعلا، وخاصة نحن هلأ بوقت كتير صار في عنا إصابات، عم نسمع أنه في عدد من الإصابات بكل المحافظات. شو هو الخطر وشو الخطر إذا ما استكمل العلاج أو حتى يمكن ما كان ملتزم المريض؟ صحيح. هلا الخطر إذا تعرض المريض للإصابة مثل ما ذكرت هو التجفاف، يعني هو خسارة السوائل. جرثومة الكوليرا تأثيرها موضعي بالأمعاء، يعني هي بتقوم بإفراز زيفان بيتوضع على الذغابات المعوية فبيؤدي إلى عدم امتصاص الماء من الأمعاء، فبيخسر الجسم كمية الماء كلها اللي عم يتناولها عن طريق الفم، الماء والشوارد والسوائل جميعها يتم خسارتها عن طريق الإسهال. الجسم بيفقد كمية كبيرة جدا من السوائل وفترة سريعة، مما يؤدي إلى ظهور الأعراض الخطيرة، يعني اللي هي بحاجة لتداخل سريع، وغالبا يعني ظهور التجفاف في مراحله يعني حتى المتوسط بحالة الكوليرا يجب أن يعالج بالمشفى بمعالجة بإعاضة بسوائل وريدية. قبل ما نكمل محورنا خلينا نذكر المشاهدين أنه بإمكانهم الاتصال والاستفسار عن أي معلومة بيحبوا بهذا الخصوص عن مرض الكوليرا بالأرقام الموجودة أسفل الشاشة. دكتورة خلينا نحكي عن مرحلة العلاج، كيف بيتم العلاج؟ كيف بتبلشوا بالمرحلة؟ يعني له يمكن مراحل متعددة؟ تمام. درجات هو للمرض له عدد من الدرجات. طبعا بالبداية ممكن انه وهذا الاغلب اللي نحن ممكن نشوفه كأطباء بمراكز الرعاية الصحية الأولية ومنا مراكزنا بصحة المدرسة، هي الحالات الخفيفة اللي بيشكي المريض من الإسهال مع توقع وهن عام، توعك، بعض الحالات الإقياء. بهي المرحلة البداية يعني عدد مرات الإسهال ما بيزيد عن 3 أو 4 مرات باليوم، وممكن أنه نحن نبدأ بالعلاج بالسوائل الفموية. طبعا السوائل والشوارد أو ما نسميه بمحاليل المعيدة الأوزمو أو فهي بتجي على شكل ظروف، ممكن أنه يتم حل الظرف بمعايرة بلتر ماء والبدء بتعويض السوائل والشوارد
الشرد عن طريق هاي المحلول. طبعا هذا إذا تم أخذه بالوقت المناسب وبالكميات المناسبة هو يعتبر شفاء بشكل كامل، وممكن أنه الحالة تتحسن خلال ممكن يوم أو يومين ويشفى المريض بشكل كامل. يعني ما في مدة محددة للمرض دكتورة، مثلا أنه ممكن يأخذ فترة أسبوع أو 15 يوم أو لا؟ هو الواقع المرض من 4 إلى 6 أيام بيعمل شفاء، يعني حتى بدون علاج إذا كانت الأعراض خفيفة، بس مجرد معالجة بالسوائل المعيضة خلال 6 أيام وأقل من ذلك، ممكن 4 أيام أنه يشفى المريض بشكل كامل. هلأ بيستمر أحيانا طرح الجرثومة بالبراز، لهيك نحن ممكن نقول أنه هو لسه ما زال بيعدي، بس هو كشخص بتكون الأعراض عنده خفت وصار وضعه أفضل. يعني معدي، مرض ممكن معدي يكون. طبعا هو المرض هو طبعا مرض معدي ومعدي بشدة، يعني أنا مرض معدي بشدة. نحن المرضى يجب عزلهم، يعني طبعا مو يجب عزلهم مثل الكورونا، يعني لا انه نحطهم بغرفة لوحدهم، بس لازم انه ننتبه كتير للأغراض الشخصية لهم، وخاصة بعد استخدام الحمام، تعقيم الحمام بشكل او بشكل جيد بمادة الكلور، غسيل اليدين بشكل كتير منيح، الأغراض الشخصية لهم كمان نتجنب عن استخدامها، كمان هذا الشيء بيساعد لا بينما تنتهي سرعه المرض لحتى نتاكد انه ما عاد انه هنا مصدر للعدوى. لانه غالبا بنلاحظ انه لما بيكون في عندنا اصابه باحد افراد الاسره تكون في غالبيه الاسره بتعرضوا للاصابه بسبب عدم الانتباه لمواضيع العزل ومواضيع الوقايه، او احيانا بسبب تناول نفس الطعام او نفس الشراب الملوث. دكتوره ذكرتي انه خلال 4 إلى 5 أيام ممكن الشفاء منه بشكل كامل. طب نحن عم نسمع انه في اعداد من الوفيات بالمحافظات، شو مدى خطورته؟ يعني هو نحن حكينا عن الحالات الخفيفه اللي قلنا انه ما بيكون فيها تشفى، بيكون في اسهال ممكن عن طريق السوائل الفمويه تتعالج. هلا في نسبه معينه من الحالات لنقول 20% من هدول الحالات اللي انصابوا وعملوا اعراض بيتطوروا وبسرعه لمرحله تجفاف متوسط الى شديد، بيخسروا كميه كبيره من السوائل بجسمهم، وهذا الشيء بياثر طبعا، خساره السوائل والشوارد تاثر على كل اعضاء الجسم، فبيصير عندنا تشنج بالعضلات، بيصير عندنا اعراض عصبيه، ممكن يصير عندنا قصور كلوي. هلا بهي المرحله المرض بيصير كثير خطير، المفروض انه نحن يكون المريض مباشره قبل بالمشفى، تم العمل على إعادة السوائل عن طريق الوريد بكميات كافية، أيضا الشوارد اللي ممكن يكون خسرانة مثل البوتاسيوم، مثل لأنه بيتعرض المريض أنه يصير عنده نقص بالبيكربونات، بيصير عنده حماض، فهي الأعراض كلها يعني إذا ما تم المعالجة بشكل يعني مناسب لها ممكن يوصل المريض إلى الوفاة. لهيك نحن شاهدنا الوفيات، يعني بعد ما بدأ ظهور المرض إذا لاحظتي لاحظنا الوفيات اللي كانت بعدد يعني ما له كبير، بس أكثر وفيات كانت بعد ظهور المرض مباشرة، لأنه كانوا ما في وعي أو ما في انتباه لهذا المرض كونه ما كان موجود عندنا خلال فترة طويلة، بس بعد ما تم التوجيه أنه ضرورة أي حدا عنده إسهال وشديد وي انخفضت كتير كتير نسب الوفيات. يعني نسب الوفيات لا تتجاوز 1% يعني بالنسبة للمرض في حال تم يعني تقديم الرعاية الصحية المناسبة، أما في حال إهمال رعاية صحية ممكن تصل إلى 50% من الحالات. تمام. طب خلينا نشوف دور وزارة الصحة أو مديرية الصحة المدرسية اليوم، من مثل ما ذكرتي توعية، حملات توعية يمكن صحيح. أو حتى بروشورات تعملوها، كيف بلشتوا فيها بالمدارس؟ تمام، بدأت وزارة التربية ومديرية الصحة المدرسية بحملة واسعة توعوية وتثقيفية على كافة المدارس، أخذنا كل المحافظات. طبعا الانتشار بداية كان فقط بست محافظات، بس نحن حرصا على منع الانتشار كخطوة استباقية بدأنا التثقيف والتوعية بكافة المحافظات، وتم تأمين بروشورات وبوسترات كبيرة حول أهمية وسائل الوقاية. طبعا اللي أهم شيء لها هو غسيل اليدين بشكل صحيح لمدة 20-30 ثانية بالماء والصابون بالطريقة الصحيحة، تجنب المياه الملوثة، تجنب الطعام الملوث، الباعة الجوالين، الحرص على النظافة الشخصية، وأيضا استخدام الحمام وغسيل اليدين بشكل
بشكل جيد. طبعا هاي الحملة بتتضمن جميع هاي الأفكار اللي هي يعني فينا نقول إذا نحن اتبعنا قواعد النظافة العامة والصحية ما بس يعني ما من الصعب إنه نحن نصاب بمرض الكوليرا. لهيك العمل كان على الطلاب والتلاميذ كونهم هي الفئة بيشكلوا شريحة كبيرة من المجتمع، وحتى ممكن من خلاله ننقل الثقافة الصحية إلى أهاليهم. كثير الحملة التثقيفية كان لها يعني قبول من قبل المجتمع المدرسي والطلاب، وأيضا لاحظنا أنه يعني عم تأثر على نسب انتشار الإصابات وتخفف منها. هلا كثير يشاع على مواقع التواصل او حتى هيك بين الناس انه فصل الشتاء بيجي يمكن بيقتل هيك بعض الامراض او ما بعرف، هل هذا الشيء صحيح؟ ممكن يخف الكوليرا او انه لا ما له علاقه؟ لا هلا ما في علاقه كبيره بين الكوليرا. هو عاده الانتانات المعويه بتنتشر بالصيف بنسب اكبر، فصل الشتاء غالبا الانتانات التنفسيه هي بتكون يعني بنسب اعلى، بس بالنسبه للكوليرا لا بعتقد ما رح تخف بالفصل الشتاء لا، بس يمكن حتى نحن في معلومه انه هي بتعيش كجرثومه بالمثلجات وبدرجات الحراره المنخفضه لفتره اطول. يعني كمان هذا انا قرات يعني شائعه مختلفه انه ممكن بالفصل الشتاء انه تزيد انتشارها، هو لا بتزيد ولا تنقص. يعني نحن كوننا حنلتزم بالقواعد الصحيه واجراءات الوقايه ان شاء الله، يعني اضافه للبيئه ومعالجه المياه ممكن انه نحن نقدر نحد من هي الفاشيه ومن انتشارها بشكل كبير. هلا جاينا سؤال على صفحه البرنامج عم بيسال السيد اسمر، عم بيقول انا ساكن بريف دمشق واغلب بالأحيان منعبي مي بصهريج، فينا نوضع الكلور بخزان الماء وقديه الكمية وهل الكلور يلي بيستخدموه بالمنزل؟ طبعا هي بصراحة المشكلة في سوريا يعني هي مشكلة تعبئة الماء بصهاريج بالمناطق التي لا تصل لها المياه. المياه عم تكون جاي من مصادر غير آمنة. طبعا الكلور كتير ضروري، والكلور هو يقضي على الكوليرا. يعني نحن يعني إذا تم كلورة المياه بشكل جيد بنضمن أنه هي مياه آمنة ولن تنقل المرض. كل ما بيتعبى الخزان المي لازم نعقمه. هلا في اقراص للكلور هي بتكون متوفره بمؤسسه المياه وتم توزيعها، يعني احنا بالنسبه لنا بالمدارس تم توزيعها على كافه المدارس. كل ما بيتعبى الخزان من الصهريج يجب وضع قرص كلور. هلا القرص في اقراص مخصصه لل1000 لتر، يعني الخزان اذا 1000 لتر بكفي قرص واحد. هلا في حال ما كان في عنده أقراص طبعا ممكن نستخدم الكلور العادي. فممكن نحن الخزان انه نحط فيه 500، يعني اذا يعني نحن واثقين انه الكلور تركيزه تمام ممكن نحط نص العلبة الكلور اللي هي 1 لتر بالخزان. كمان هذا الشيء بيكون كافي على انه نضمن يعني تعقيم المياه. هلا في كمان عندنا حبوب كلور صغيره بتكون مخصصه لل5 لتر او لللتر. منين بيجيبوهم؟ هي كلها موجوده بمؤسسه المياه وبيتم عم يتم توزيعها نحن بالنسبه لنا بالمدارس، واكيد للاهالي بالمناطق اللي فيها اصابات عم يتم توزيعها. ممكن انه نحن نعبي عبوه مياه 5 لتر ونحط فيها الحبه ونصير نستخدمها حتى للشرب، يعني ما في اي مشكله بالنسبه لها. بس لازم كثير يعني نتقيد بالتعليمات، وهي التعليمات تكون مكتوبه على العلبه تبع مو هي مو علبه بتجي على شكل ظروفه وورق، وبتكون مكتوب عليها التعليمات انه هي الحبه تصلح لتعقيم يعني مثلا 1 لتر او 5 لتر. ممكن انه تستخدم المياه مباشره. هلا لنفرض ما لقينا كلور ما لقينا اي هيك، فينا نحن نغلي الماء لمده دقيقتين او 3 دقائق، هي كافيه لانه يتعقم من الكوليرا. كمان هيك نحن بنكون ضمننا سلامه المياه للشرب. كمان الطعام لازم انه اذا سخناه لدرجه حراره يعني فوق 70 درجه تسخين بشكل كامل، هذا الشيء بيؤدي لانه يعني نقضي على الجرثومه. هلا الفكره انه اذا حطيناه بالبراد لما بنطلعه من البراد لازم نطلعه من البراد وفورا نسخنه قبل ما ناكله. تمام. يعني اما تركه بدرجات حراره وسط هذا الشيء ممكن يؤدي لتكاثر الجراثيم فيه. طيب دكتوره، وقت اللي كان عندنا موجه الكورونا
كان في لقاحات كثيرة لهذا المرض، يا ترى الكوليرا هلا حاليا في لها لقاحات؟ هلا الكوليرا طبعا في لقاح خاص للكوليرا، هلا هو ما له شائع، ما له منتشر وحاليا ما له متوفر يعني، بس اللقاح هو بينعطى عن طريق الفم، بينعطى بجرعتين، بفاصل اسبوع لست اسابيع بين الجرعتين، بيعطي مناعه جيده يعني، وخاصه يعني من خلال انتشار الفاشيات يجب استخدامه. حاليا من وزاره الصحه يعني لا ادري لوين الاجراءات، بس طبعا تعمل على يعني العمل على تأمينه. طبعا في عقوبات وعلى سوريا واستيراد اللقاحات هو من الأمور اللي كتير يعني في عليها صعوبات بتأمينها، بس ممكن أنه من خلال منظمات يتم العمل على تأمين اللقاحات. حتى الآن يعني نحن كنا بمديرية الأمراض السارية والمزمنة من فترة الأسبوع الماضي، حتى الآن لم يتم تأمين اللقاح، أو يعني ما بعرف شو الخطة حاليا، ما في، بس حاليا العمل على تأمين وسائل الوقاية، هذا الشيء كثير مهم، تأمين المياه كثير، هذا النظيفة الآمنة، تأمين الكلور، تأمين أقراص الكلور اللي بتعقم المياه، هي الإجراءات اللي كثير مهمة. الاختبارات كمان كثير مهم، يعني تم التزويد باختبارات لإجراء الزرع أو الاختبار السريع لكشف الإصابات. حتى الآن يعني فينا نقول إنه الإصابات محدودة، يعني ما في انتشار، الأمور ما زالت يعني ضمن السيطرة. إن شاء الله ما بنتمنى إنه يتم الانتشار. أكيد بدنا نضوي على جهودكم الحثيثة فعلا بالدعم دائما والاستكمال الإجراءات الاحترازية بكافة الأمراض بالمدارس. بدي أتشكر حضورك معنا دكتورة هاتون الطواشي، مديرة الصحة المدرسية بوزارة التربية، شكرا جزيلا لك والله يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير، يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم. مشاهدينا، تساهم الرياضة بتعزيز مناعة جسم الإنسان عموما والوقاية من الأمراض، كما أنها عامل منشط للجسم، فمن خلال ممارستها تزداد الحيوية وتتحسن الصحة النفسية وحتى الاجتماعية. لنتابع بعض التمارين الرياضية في هذه المادة. مرحبا، كيفكم؟ معكم الكوتش بحري. اليوم بدنا نحكي عن عضلة الصدر للسيدات والرجال. رح نبلش بأول تمرين اللي هو الضغط. نبلش فيه، نمسك الدامبل، ايدين زاوية قائمة بيكونوا، ما ننزل بالايدين هيك، نطلع، واحد اثنين بالصدر، شايف؟ لفيف، ثلاثة أربعة خمسة ستة. هذا تمرين لعضلة الصدر الوسط. ناخذ ثاني فتح الصدر عشان نشغل الداخلي تبع الصدر. ننزل نزلة كاملة موازية للأرض ونطلع، بحيث ما تدقوا بعضكم، تدقوا بعضكم غلط التمرين، خلي مساحة مشان نضل معنا شد عضلي. ننزل شهيد، نطلع سفيد، ننزل نطلع، اثنين ثلاثة أربعة. على طول نطلع عضلة الصدر، ما نستخدم ايدينا، الشك كله بده يكون عضلة الصدر. تعطيها تجميع، خمسة ستة سبعة. فينا ناخذ هذا التمرين مركب أقوى للسيدات والشباب، نلعبوا فتح مع ضغط داخلي مع وتوبر، هذا كثير ممتاز للسيدات لشد الصدر، للشباب نفس الشيء، فتح اثنين مع ضغط وتوبر دور فتح، هذا الفتح شغلنا داخلي، ضغط كمان شغلنا داخلي، وتوبر بشد الصدر كله لورا، اثنين واحد اثنين ثلاثة، هي كل ثلاث عدات مجموعة واحدة، واحد اثنين ثلاثة، بشد أكثر شيء لورا مشان شد الصدر، نرجع
هذا. هلا في عنا تمرين هو حول العالم اسمه مشان تشد زوايا الصدر كلها من تحت، هو على الشكل التالي كمان كويس للسيدات والشباب، مثل كأنه عم يسبح البحر. هذا كثير ممتاز، بشد كل زوايا الصدر معنا، بس بدنا ناخذ بوزن خفيف مشان ما نضرب مفصل كده. اقصى وزن بيكون 5 كيلو، الشباب والبنات يعني اكيد. هيك بنكون حكينا على مجمل تمارين الصدر. اتمنى انه تركزوا فيهم بالتمرين مشان ما تتعرضوا لاصابات. بشوفكم بحلقه ثانيه. مشاهدينا، يتبع بعض الأشخاص نظاما غذائيا للتخلص من الوزن الزائد لديهم، إلا أنهم بعد فترة يعانون من ثبات الوزن عند حد معين. فما سبب ذلك وكيف يمكن التخلص من هذه الحالة؟ هذا ما سنتعرف إليه من اختصاصي التغذية الدكتور فادي خشروم. أهلا وسهلا فيك، سعد وقتك. مساء الخير. هذا الموضوع هو فعلا يعني هاجس لدى الجميع وخاصة لدى السيدات. دائما لازم يكون في حمية، لازم يكون في وزن مثالي، فالموضوع هذا كثير صعب عم بيكون. خلينا أول شيء نحكي عن الحمية الغذائية، شو أهميتها، ليش الوزن عم يثبت مع مين زي؟ مساء الخير أول شيء لحضرتك كل الأخوة المشاهدين عن جديد. هلا بالحقيقة نحن في عنا مشكلة أهم من هيك بكثير، هي اللي هي نحن دائما عم يكون هاجسنا الوزن. نحن لما بنقول كلمة الوزن بكل صراحة نحن عم نتجاهل أنه هذا الوزن هو بيعبر عن جملة من الأشياء أو مجموعة من الأشياء. هذا الوزن هو عبارة عن وزن النسيج العظمي، عبارة عن وزن العضلات، وزن النسيج الدهني، الماء اللي موجود داخل أجسامنا. فإذا بكل مرة أنا عندي الرغبة أني أتخلص من هالكيلوغرامات الزائدة، فأنا يفترض أقول أني أنا بدي أتخلص من محتوى النسيج الدهني، تمام؟ يعني كمية الدهون الموجودة ضمن الخلايا الدهنية. ما يفترض دائما أن يكون الهاجس عندي الوزن، وبالتالي كل يوم الصبح أنا أقيس وزني، رد المساء كمان أقيس وزني، فهذا الأمر من حيث المبدأ هو أمر خاطئ. تمام. الحمية الغذائية حقيقة المنطقية هي اللي بتؤدي إلى نزول تدريجي بالوزن إن صح التعبير، إذا نضل نستخدم كلمة الوزن حتى الأخ المشاهد يعني يقدر يستوعب الفكرة بطريقة أبسط. هذا النزول المنطقي تقريبا يفترض يكون ما بين 500 جرام ل 900 جرام أسبوعيا كحد أقصى. طبعا هذا بيكون بالمراحل الأولية، فيما بعد كل ما تقدمنا أكثر بالحمية الغذائية، كل ما صرنا بمراحل أخرى تالية، هذا الرقم بيقل الأمانة، وهذا شيء منطقي. يعني مثل عمليا في عنا خزان معين من 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 الدهون. هذا الخزان هو للأمانة هو طوق النجاة لي بالحالات اللي ممكن أنا أتعرض لها فيما بعد، لربما حالة معينة من المجاعة، حالة مرضية ما تستوجب أني استهلك أو استخدم هذا الخزان اللي موجود عندي. فإذا أنا لما بتقل عندي مستويات النسيج الدهني، من الطبيعي جدا أنه قدرتي على الحرق تقل. فهذا لربما يبرر بطريقة أو بأخرى الأخ المشاهد أنه ليش نحن موضوع النزول ما بيكون بوتيرة ثابتة ومستقرة طوال الوقت. طب دكتور، ما في مجال أنه يكون فعلا سبب عدم نزول الوزن أو ثبات الوزن أحيانا هي نقص بفيتامين معين بالجسم، ولا ما له علاقة؟ هلا للأمانة هذا أكيد واحد من الأسباب المطروحة، ولربما على نقص على رأس نقص فيتامين دي. ولكن نحن موضوع ثبات الوزن إذا حبينا نناقشه بطريقة أخرى، فنحن ممكن نناقشه من عدة جوانب. الشخص اللي عم يدعي ثبات الوزن، هل هو شخص رياضي؟ في حال كان فعلا هذا الشخص بيمارس الرياضة، فنحن هون أمام عدة أوجه. واحد من هذه الأوجه لربما أنه زادت عنده الكتلة العضلية ونقصت مستويات الدهون، ولكن الوزن الكلي ما زال ثابت ومستقر. في عندي حالة ثانية ممكن تؤدي فعلا لثبات وزن حقيقي، اللي هي عندما يتساوى وارد السعرات الحرارية الداخل لأجسامنا مع كم السعرات الحرارية اللي عم نصرفه، كم السعرات الحرارية اللي عم نصرفه سواء بالعمليات الحيوية العادية، التنفس، النوم، عمليات الهضم، كل هذه العمليات الحقيقة تتطلب سعرات حرارية. فإذا عندما يتساوى الداخل والخارج فمن الطبيعي جدا أن يكون هناك ثبات وزن.
في عندي حالة ثالثة لربما هي لم تخطر على بال الأخ المشاهد. لما أنا بتناول حمية غذائية قليلة السعرات الحرارية لفترة ما، بالبداية رح يكون في عندي نزول بالوزن كبير جدا، ولكن هذا النزول عبارة عن خسارة بالنسيج الدهني، خسارة بالكتلة العضلية، فقد لكميات كبيرة من الماء بالوقت ذاته. ولكن هذا النزول مثل ما حكينا هو نزول الأمانة غير حقيقي، نزول غير مرضي. أنا لما بخسر الكتلة العضلية اللي موجودة عندي، فأنا خسرت للأمانة واحد من أهم الأنسجة اللي بيخليني أخسر سعرات حرارية وأنا بوضع الراحة. يعني أنا عمليا لما بيكون عندي كتلة عضلية أكبر، فأنا بإمكاني من وضع الراحة بدون القيام بأي جهد أني أخسر كم من الدهون أو كم من السعرات الحرارية أكثر من أي شخص آخر لديه نفس الوزن الكلي الموجود عندي، ولكن عنده مستويات أقل من الكتلة العضلية. طيب دكتور، يعني دائما هذا العائق اللي نحن نسميه أنه ما في رياضة، ما في جهد، ما في يعني أي حمية رياضية أو تمارين رياضية، هاد عم بيعاني من ثبات الوزن أو زيادة في الوزن. هون كيف ممكن هذا الشخص يحافظ أو يضبط، يعمل كنترول على نفسه، على شهوته مثلا، على الجوع اللي موجود عنده؟ هذا سؤال كتير بيجينا، يعني إنه أنا كيف بدي خفف وزني بس أنا ما بدي أعمل الرياضة، ما فيني أعمل الرياضة، ما عندي وقت، أو حتى يمكن أنا ما بلتزم بال الحمية الغذائية مثل كثير ناس. تمام. هلأ للأمانة مثل ما بنعرف كلياتنا، الرياضة ممكن تساهم بخسارة محتوى النسيج الدهني عبر طريقتين. واحدة منهم أنه بتزيد الكتلة العضلية، وهذا الشيء شرحناه قبل شوي. الشيء الآخر أنه أنا بالرياضة رح استهلك كم كبير من السعرات الحرارية، وبالتالي هذا الشيء رح يخفف من مستوى الدهون الموجودة عندي. في حال أنا فعلا هذا الأمر حيدته بشكل نهائي، أنا ما عندي الوقت مثل ما تفضلتي حضرتك، ما عندي القدرة، لربما عندي مشكلة بدنية ما تعوق عن ممارسة الرياضة، فالحل الوحيد هو حساب كم السعرات الحرارية. أنا ما عاد عندي خيارات أخرى للأمانة، الحل الوحيد هو حساب كم السعرات الحرارية. كيف دكتور، كيف ممكن مثلا يحسب الشخص السعرات الحرارية؟ هلا للأمانة هذا الأمر صعب على الشخص، لازم يكون في شيء مختص. صحيح صحيح. تمام. ليش؟ لأن حساب السعرات الحرارية حقيقة بغض النظر عن تطبيق المعادلات، اليوم ترجمة هذه السعرات الحرارية لأطعمة مختلفة هو الجزء الأصعب بالمعادلة. يعني عملية المعادلات سهلة، نحن فينا عن طريق جوجل على سبيل المثال، عن طريق التطبيقات المختلفة فينا نحسب كم السعرات اللي نحن بحاجته، ولكن ترجمة هذه السعرات لأشكال معينة من الوجبات، أصناف معينة، هو جزء الأصعب بالمهمة. لهيك هذا الأمر الحقيقة يقع على عاتق الطبيب المختص يلي ممكن يقسم المغذيات أو محتوى الوجبات بحيث تكون المكونات مدروسة بعناية. تمام. يعني هون بيجي دور المختص التغذية يلي بيوصف الحمية الغذائية أو البرنامج الصحي إذا تماما. فينا نقول هون كيف ممكن يلعب دور بهذا، كيف بينظم الوجبات، كيف بينظم فعلا معادلة السعرات الحرارية للمريض، أو تمام. ما فينا نقول مريض، للشخص. تمام. لا للأمانة نحن فينا نسميه مريض، لأنه لما بتوصل المستويات الدهون لمراحل كبيرة جدا فهي بدانة، والبدانة للأمانة هي واحد من الأمراض، أمراض صح. العصر التي لا يمكن السكوت عنها. بداية نحن لما بزورنا المريض، يعني يفترض نحن نستمع للقصة المرضية بدقة، نتحرى من خلال السؤال المباشر أو من خلال الأعراض التي تظهر على المريض، إذا في عندي أنا نقص بإحدى الفيتامينات، إحدى المعادن على سبيل المثال، علائم الشحوب، التعب، هي علامات كلها يعني لا تخفي نفسها مثل ما بيقولوا. فيما بعد نحن يفترض نعرض على المريض مجموعة من الخيارات الصحية. هذه الخيارات الصحية هو بيختارها، بيشوف الأكثر ملائمة له، الشيء القريب له اللي بيقدر يطبقه على أرض الواقع. وبعد من نحن بيقع على عاتقنا بقى الجزء الأصعب من المهمة اللي هو ترجمة السعرات الحرارية واحتياج هذا الشخص. أكيد بعد ما نسأله عن طوله، وزنه، وعمره، مهنته، بيمارس الرياضة، ما بيمارس الرياضة أو ما بيمارسها، فكل هذه الأمور الحقيقة يجب أخذها بعين الاعتبار. تمام. طيب بيقولوا أنه وضع كيلوغرامات تحتاج لتخفيض وزن، أو أنه الأمر بيكون فعلا بمساب المختص؟ يعني هناك في كتير حالات أنه الوزن بيكون فيه زيادة بعض من الكيلوغرامات للجسم، بصير بدنا حمية قاسية جدا. نحن أنا عندي مثلا عندي مناسبة، عندي يومين أنا لازم أنزل فيهم، أو يعني بحدد الوقت،
بهذا الوزن لازم أنا أنزله. يا ترى فعلا هاي الحميات هي صحية للجسم إلى مضار على الجسم؟ أنه أنا دكتور بدي أنزل مثلا 5 كيلو أنا بعد أسبوع عندي مناسبة، يا ترى في هذا الشيء، هذا الشيء مسموح ما بيضر الجسم؟ لا، مثل ما ذكرت لحضرتك قبل شوي، النزول المنطقي هو تقريبا لا يتعدى 0.5 كيلو أسبوعيا، من 0.5 كيلو إلى 900 جرام أسبوعيا، يعني نحن عم نحكي كحد أقصى ما بين 3.5 كيلو إلى 4 كيلو شهريا بأفضل الحالات. لما عم تقولي لي حضرتك عن هذا الكم من النزول، فأنا عم بحكي عن مدرات بولية للأمانة. هذه المدرات البولية اللي بتطرح كميات كبيرة من الماء، هي لا تعتبر على أرض الواقع خسارة بمحتوى النسيج الدهني، هي خسارة بالوزن الكلي، ولكن هذه الخسارة بكل أساس ستؤثر على وظائف الحيوية. نحن آخر شيء نتمنى للأمانة إنه نخسر الماء اللي موجود بأجسامنا. مثل ما نعرف الماء هو الأساس، أساس كل شيء، لا يمكن للخلايا المختلفة أن تعيش دون الماء. فإذا نحن من حيث المبدأ هذه الحميات لا نوصي بها أبدا، هذه الحميات مضارة كثيرة وتداعياتها السلبية للأسف. يعني ما بيرجع الوزن بزيد يمكن نفس قبل ولا أكثر ولا؟ هلأ للأمانة موضوع عودة زيادة الوزن مرهون بكم السعرات الحرارية اللي بتناوله هذا الشخص. تمام. ولكن نحن من المعروف يعني وكما تبين بالعديد من الدراسات، لما أنا بتبع حميات غذائية تجويعية قليلة السعرات الحرارية، الجسم فيما بعد عم يعمل ردة فعل عكسية، عم يخلي الجسم يطلب كم كبير من السعرات الحرارية، يتناول الطعام بشراهة لربما لتعويض النقص الحاصل بخزانات الدهون واللي فقد بوتيرة متسارعة. في عنا شيء نحن بنسميه بعلم التغذية البادي فات سيت بوينت، اللي هو عبارة عن حد أدنى من الدهون دائما بحاول الجسم أنه يحافظ عليه ما يخسره. لما بنقترب من هذا الحد مثل ما قلت لك، دائما بنلاحظ نحن بتمر علينا فترات بتناول الطعام بشراهة. طبعا هم ما بحكي عن اضطرابات الطعام العاطفي، عم بحكي عن شيء مختلف تماما، بالذات الأشخاص الرياضيين يلي بتكون مستويات الدهون عندهم منخفضة للغاية، بنشوف انه بفترة من الفترات اجسامهم ما عاد تسمح لهم باكثر من هيك، لهيك بنشوف في شيء اسمه انه هو كسر هذا النظام لربما لعدة ايام او لعدة اسابيع، حتى بس ترجع مستويات الدهون عنا تكون قريبة من حدود الطبيعية ان صح التعبير. دكتور ليش بيثبت الوزن؟ يعني شو المفارقة انه انا خلص مهما اخذت ادوية؟ في موضوع الأدوية فعلا هو مطروق جدا، يعني أنه أنا مهما أخذت أدوية أو حتى جاءت للحميات الغذائية أو حتى للرياضة وصل وزني على حد معين ما بقى لا بينزل ولا بيطلع بالعامية. تماما. هون ليش عنا بيكون فعلا ثبت الوزن؟ شو هي التداعيات تبعه؟ هلأ مثل ما ذكرت لحضرتك، أنا ثبات الوزن يعني أنا عم بتناول كم من السعرات مساوي تماما لكم السعرات المصروفة، يعني هاي المعادلة الوحيدة اللي بتترجم لي أنا ثبات الوزن، هاي واحدة من الأشياء. تمام. الأشياء الأخرى ذكرتها قبل قليل لحضرتك يلي هي أنا وقت اللي بتناول كم قليل جدا من السعرات الحرارية، في عندي أنا نظام صماوي عم يراقب الكم بالداخل لجسمي على مدار الساعة للأمانة. فأنا لما بتناول كم قليل من السعرات الحرارية كأني عم وجه بطريقة غير مباشرة رسالة للجهاز الصماوي أنا تقريبا بحالة مجاعة أو أنا على مشارف حالي من المجاعة. فلذلك مباشرة بلاقي أنا الجهاز الصماوي وعلى رأسه الغدة النخامية تأمر جميع الغداد ولربما على رأسه أيضا الغدة الدرقية، بشوف أنا انخفض الاستقلاب. طب لما بينخفض الاستقلاب عندي أنا بلاحظ أنا أنه أول شيء علائم التعب عندي، المجهود البدني اللي كنت قوم فيه بالعادة ما عاد كما يجب مثل ما تعودنا سابقا، فأنا هون بعتقد أنه أنا دخلت بحالة ثبات الوزن. ولكن هذه الحالة لا تطول كثيرا للأمانة، يعني بنهاية المطاف أنا إذا كنت عم بتناول كم قليل من السعرات الحرارية أقل من احتياجي فأنا ذاهب باتجاه النحافة حتما، أنا رايح باتجاه خسارة الدهون حتما. أكبر دليل نحن إذا جبنا شخص ما وقفلنا عليه الغرفة لفترة معينة من الزمان، في ناس بتقلك أنا بسمن من الهواء، ما في شيء اسمه سمن من الهواء أبدا. تماما. في كم من الطعام كل يوم أنت عم تدخله إما مساوي لاحتياجك اليومي أو أكبر من احتياجك بقليل، لهيك أنت عم تزيد عندك مستويات الدهون. تمام. دكتور في ناحية لا تطبيقها فعلا يعني عم بيكون على أرض الواقع صحيح، في ناس بتقلك أنا ما بتعشى لكن بسمن، في ناس بتقلك إنه أنا بس أفطر وجبة غنية مثلا أنا بسمن،
يعني ما بيهمها عدد الوجبات، في ناس تاكل وجبه واحده بالنهار مع هذا انه بتسمن، يعني شو له علاقه عدد الوجبات بزياده الوزن او حتى بقله الوزن؟ هلا للحقيقه عدد الوجبات امر كثير مهم. احنا كان عندنا في مفهوم شائع سابقا انه انا اذا كنت رغبان بخساره الدهون فانا يفترض اني اعدد وجباتي وتكون هذه الوجبات صغيره، فانا بكل مره للامانه عم بتناول فيها كم معين من الطعام فانا عم بستثير هرمون الانسولين. هرمون الانسولين هرمون ابتنائي قوي ولديه قدرة على تخزين الدهون بالنسيج الدهني وأيضا إدخال السكر للخلايا المختلفة، ولكن بالوقت اللي أنا عم بتناول فيه الوجبة أو هالسناك مهما كان صغير بدنا نعرف أنه نحن عطلنا وأعقنا عمل الهرمونات الأخرى التي تساهم بخسارة الدهون. على رأس هذه الهرمونات هرمون الجلوكاكون والجروث هرمون. لذلك نحن دائما بنوصي الأشخاص يلي بيرغبوا بخسارة الدهون اتباع وجبات غذائية أقل، عم نحكي طبعاً عن نظام الوجبتين أو نظام ثلاث وجبات تبعاً للوقت الزمني اللي المتاح لهذا الشخص. يعني مثلاً الأشخاص اللي بيستيقظوا بشكل متأخر نظام الوجبتين لربما نظام جيد لهدول الأشخاص، اللي بيفيقوا بكير نظام ثلاث وجبات كمان يعتبر خيار كتير مثالي وجيد. طيب نحن إذا بدنا نروح جدلاً لأشخاص بيتناولوا أربع وجبات، ممكن أشخاص بيتناولوا أربع وجبات أو خمس وجبات أو حتى بين الوجبات بيتناولوا سناكات، ممكن يخسروا دهون؟ أكيد ممكن، لأنه هذا الأمر مرتبط بكم السعرات الحرارية. ولكن أنا في عندي طريقين، إما أن أصل بهذا الطريق بسرعة أو أن أصل بشكل أبطأ. تمام. مثل ما ذكرنا الشكل الأبطأ هو أنا لما بكرر وجباتي بتناول وجبات متعددة بتناول سناكات عديدة عم تستثير هرمون الأنسولين يلي هو بدوره رح يثبط الهرمونات الأخرى يلي بتساهم خسارة الدهون. تمام. طيب دكتور، بما أنه نحن حكينا عن مسببات ثبات الوزن وأخذنا هيك جملة من المفاهيم، هلأ بدنا حمية صحية فعلا يتبعها المواطنين بشكل عام بدون ما تأثر على الصحة، يعني مثل ما فينا نقول هيك شيء على الخفيف. تمام. فعلا يساعد بنزول الوزن ولكن بطريقة آمنة للجسم. تمام. هلأ بداية نحن نتمنى الإخوة المشاهدين يسمعونا مظبوط ويعرفوا أن ما في حمية غذائية مطبوعة توزع على الجميع. إذا كنا فعلا دكاترة يعني عذرا من الناس جميعا، لكن في كتير أخصائيين بيكون طابع جداول أو ورق أنه هذا نظام حمية معين لأسبوع لأسبوعين. تمام. هذا الشيء صحيح؟ هلأ هو صحيح إذا كان محسوب السعرات الحرارية، وهذا يعني أخصائي التغذية أو الطبيب مقسم جداول مسبقا لسعرات حرارية تتراوح ما بين كذا وكذا ووزعها على المرضى، ما في مشكلة. ولكن نحن هم في عنا مشكلة أهم من هيك بكثير، هذه الأطعمة اللي موجودة بالبرنامج الغذائي إذا كانت غير مستساغة للمريض فهذا النظام الغذائي يعتبر فاشل، نظام غذائي غير قابل للتطبيق. أنا ما ممكن بشكل من الأشكال أسحب هالورقة المطبوعة ووزعها على عامة الأشخاص وقول له هذا البرنامج الغذائي ملائم لك، حتى ولو كان مناسب من حيث المحتوى من السعرات الحرارية. رغبة المريض واستساغته للطعام هو أمر كتير مهم، لأنه بكل صراحة الحمية لا يمكن لها أن تستمر إذا ما كان المريض شاعر بالمتعة، إذا شعر هو أنه هو مبتعد بشكل كبير جدا عن الحالة الطبيعية اللي كان عايشها ما رح يقدر يستمر فيها لفترة طويلة بكل أسف. فإذا نحن من حيث المبدأ بنوصي الأشخاص ما يتبعوا أو يتناقلوا البرامج الغذائية فيما بينهم، لأنه كل إنسان له احتياج وكم معين من السعرات الحرارية. ولكن بشكل عام الأشخاص اللي رغبانين بخسارة الدهون أو عندهم رغبة بخسارة الدهون، كل ما قللنا الوجبات وتركنا فاصل زمني أكبر ياخذ فيه هرمون النمو وهرمون الجلوكاكون حقهم بأداء أدوارهم، فإذا نحن رايحين بالاتجاه الصح. كل ما تناولنا كربوهيدرات بطيئة الامتصاص، يعني اليوم نحن إذا بتسأل أي عائلة شو طبخين اليوم، دائما بيكون الرز مكون اساسي مع شيء اخر، دائما الرز موجود، الخبز موجود مع شيء اخر. في نشويات النشويات للامانه هي ما مشكله، المشكله هي بكم النشويات ونوع النشويات. يعني انا وقت اللي بحط بوجبتي او بختار نوع من النشويات معقد بطيء الامتصاص، يعني مثلا استبدال الرز بالبرغل هو امر كثير عظيم، استبدال الرز بالفريكة، أنا بعرف الفريكة أكيد أسعارها مرتفعة كتير، لذلك خلينا على البرغل اللي هو خيار للأمانة منطقي أكتر. تمام.
البرغل بطيء الامتصاص. إذا رحنا باتجاه البقوليات، يعني إذا دائما وجبتي بتحتوي على كم صغير من البقوليات، يعني عدس، فول، حمص، بازاليا، فإذا أنا عمليا بطريقة غير مباشرة عم ساهم بزيادة شعور الشبع عندي، وبالتالي تقليل حاجتي للسناكات، وحتى بقل محتوى الوجبة كلياته بشكل كامل. خاصة أنه هدول المواد دكتور يعني، وخاصة اللي معهم انتفاخ كولون أو هاي، بتسبب لهم نفخة أو شعور بالشبع. صحيح. لا. طب لا. ما بتعمل ضرر. طبعا طبعا بكل تأكيد. لذلك نحن مريض القولون هو حالة خاصة للأمانة، لا يمكن أنه ينطبق عليه هذا الكلام اللي إحنا عم نقول. بالنسبة لمريض القولون نحن ممكن نروح على أشياء بتسبب الإزعاج بدرجة أقل، يعني مثلا ممكن نروح على الرز البني. تمام. في عندنا انواع اخرى من الارز غير متوافره ما بدنا نذكرها، مثل الوايلد رايس على سبيل المثال، البراون رايس اللي هو الرز البني، كمان اسعارهم غاليه. مريض القولون حقيقه رح نكون بشكل او باخر مضطرين نحن انه نضل مخلي الكربوهيدرات البسيطه او سريعه التفكك مثل الرز الابيض، ولكن بدنا نحن نحاول انه يكون محتواها او كميتها بالوجبه اقل، ويكون كم الالياف اللي موجودة أكثر بالوجبة أكبر للأمانة. تماما. يعني كل جسم هو بحاجة لنظام غذائي معين بيناسب وضعه أو بكل حتى تأكيد. تماما. يعني ما فينا نحن نتقلد بأشخاص غيرنا أنه نفس النظام اللي أنت أخذته. في كتير ناس بتأخذ عن النت، تسحب عن النت أو عن مواقع التواصل برامج فعلا حمية غذائية وتبلش فيها، يا ترى هذا الشيء قديش هو فعلا غلط، يعني مغلوط هذا الوضع. يعني نحن لازم دائما نعرف بحاجة جسمنا شو هي، الأمراض اللي موجودة بالجسم تختلف بين شخص وآخر. طيب في ناس بتلجأ للكيتو، كيتو دايت أو يمكن الصوم، صيام المتقطع. تمام. ففي كتير أنظمة، يا ترى هذا الشيء شو ممكن يقدم للجسم؟ عند إله فائدة على مدى الزمان، أم أنه أنا خلص متى ما قطعت الحمية بدي أرجع على وزني اللي كنت أنا فيه أو زيد أكثر؟ تمام. هلا فعلا مثل تفضلتي حضرتك، في عندنا حميات عديده، منها حميه الصيام المتقطع، منها الحميه الكيتونيه. حميه الصيام المتقطع ما في شك انها حميه جيده، ولكن ببعض الاماكن يروج لهذه الحميه انه حساب السعرات الحراريه هو امر غير ضروري، انه انا في عندي نافذه زمنيه ما انا فيني اتناول فيها ما يحلو لي من الطعام، وطبعا هذا امر خاطئ، لانه ذكرنا احنا كم السعرات الحرارية هو أمر كتير ضروري. الحمية الكيتونية حمية غنية بالبروتين، غنية بالدهون، لا تناسب جميع الأشخاص. يعني أنا إذا كنت عم بحكي عن أشخاص أساساً عندهم أذيات كلوية، تمام، عم بحكي عن أشخاص أساساً عندهم هشاشة عظمية. نحن مثل ما بنعرف الحمية الكيتونية على المدى البعيد ستؤثر حتماً على النسيج العظمي وستؤثر على الكليتين سلباً. بعدين اليوم حتى الحمية الكيتونية هي حمية مرهقة مادياً. اليوم مين بيقدر يمشي وفق حمية كم البروتينات فيها كبير للغاية. الشيء الأخير اللي بدنا نقوله، الحمية الكيتونية لها إيجابيات دون شك، تستخدم ببعض الحالات المرضية كما هو الحال عند مريض الصرع، ولكن عند معظم الأشخاص أنا غير مضطر لقطع مكون كتير مهم يلي هو عماد الطاقة الأساسي عند الإنسان واللي هو الكربوهيدرات، بس لأني سمعت بموضة اسمها الحمية الكيتونية. نحن ما عم نقلل من شأنها أبدا، حمية موجودة ولا احترامها، ولكنها ليست الأساس. تمام. على صفحتنا طالبين بعض المتابعين أنه حامل مرضع هي، فبدها برنامج غذائي يكون سليم وغير ضار بصحة الجنين، ممكن فعلا هي تتبعه أم لا ما بيصير حتى حفاظا على صحة الطفل؟ تمام. لا أكيد، حتى الحامل وحتى المرضع يمكن تنظيم برنامج غذائي مناسب، في حال كان عندها كم معين من الدهون ممكن تستمر بتأمين جميع المغذيات للجنين اللي موجود عندها أو حتى للرضيع دون أن يتأثر أبدا، ويستخدم جزء من الدهون الموجودة عندها كمصدر للطاقة. يعني فيها بتعود بكل تأكيد. تماما بكل تأكيد. هلأ بدنا نحكي عن ممارسة الرياضة، يعني هي بالتوازي مع الحمية يمكن بيكون نزول الوزن بيصير طبيعي وغير ضار بالجسم. قدي بتأثر الرياضة فعلا؟ شو هي التمارين الرياضية اللي بتساعد على حرق الدهون بشكل طبيعي؟
هلا نحن التمارين الرياضيه كثيره مثل ما بتعرفي حضرتك، في عندنا تمارين الكارديو اللي هي كارديو فاس، يعني تمارين القلبيه الوعائيه كارديو فاسكولار تريننج، هي اللي هي بترفع النبض القلبي. هي التمارين حقيقه تمارين مهمه، ولكن مو كل الاشخاص بيقدروا يعملوها. نحن بدنا نحكي اللي بنقدر نحن نقوم فيها بالبيت، يلي بنقدر نقوم تمارين المقاومه، تمارين المقاومه. ولكن تمارين المقاومه في حال لم يكن الوزن اللي عم بستخدمه أنا متغير، يعني عملية المقاومة ما كانت متغيرة، فأنا رح وصل لمرحلة ما رح لاقي تقدم للأمانة. فأنا إما ألجأ لخيارات بديلة مثل عندي أربطة المقاومة اللي إلى مقاومات مختلفة، أو أني أنا بتجه لجيم بسجل بجيم هنيك المقاومات بتكون متغيرة. لما أنا بزيد الأوزان اللي عم بستخدمها كل مرة، فأنا رح تزيد عندي الكتلة العضلية حتما. لذلك كتير مهم هون أنا ما أنتبه للميزان، الميزان يفترض همشه بالكامل. الكتلة العضلية اللي عندي اللي رح تزيد عندي كثافة النسيج العظمي. كلياتنا عم نتقدم بالعمر، وكلياتنا بنعرف قديش مهم انه يكون في عنا نسيج عظمي صحي وقوي ومتين. فلذلك كثير مهم نلعب رياضة. كلياتنا بنلاحظ انه للأسف عنا وقت كل يوم نرجل، عنا وقت كل يوم نقعد ساعات على وسائل التواصل الاجتماعي، نتابع مسلسلات، ولكن ما عنا وقت بشكل يومي لنصف ساعة رياضة، وهذا أمر مؤسف للغاية. يعني نصف ساعة كافية انه تنزل الفائدة للجسم؟ هلأ إذا عم نحكي عن أشخاص بسيطين عم يمارسوا رياضات بسيطة، فهي نصف ساعة أمر عظيم جدا. عم نحكي عن رياضيين، فنحن أكيد عم نحكي عن مدة زمنية أكبر من هيك، ممكن توصل ل 60 ل 90 دقيقة. دكتور، في مقولة أو هي فعلا معترف عليها أنه العشاء بالليل هو جدا بيزيد الوزن، هذا الشيء صحيح فعلا؟ يعني زيادة الوزن هو مربوط بوقت معين باليوم؟ بكل صراحة وبكل صدق، موضوع التوقيت لا يلعب دور أبدا بهذا السياق. نحن في عنا مشكلة واحدة فقط، انك ما تتعشى وتنام، مو لانه هذا الامر رح ياثر سلبا عليك انه تزيد مستويات الدهون عندك او تقل ابدا. احنا بكل بساطه بنخاف من ارتجاع المعده المريئي. الاشخاص يلي بيتناولوا الطعام وبيناموا بشكل مباشر، فمن الوارد جدا ارتجاع الاحماض الموجوده بالمعده. المري بنعرف نحن البطانه تبعه غير مخصصه انها تتحمل الاحماض المرتفعه كما هو الحال بالمعده، لذلك هذا هو الخوف الوحيد عنا. يعني فقط من هذا الموضوع أبداً. مو انه والله فعلا تاكل وتنام معناتها بيزيد وزنك ثاني يوم كيلو مباشره؟ ابدا، هذا الكلام غير سليم، هذا الكلام غير سليم. كلياتنا في عندنا كم معين من السعرات الحراريه بنقدر نوزعه خلال اليوم، ولكن ذكرنا نحن كل ما كان توزيع هذا الطعام على وجبات اقل فهو يحترم الهرمونات التي تساهم بخساره الدهون بدرجه اكبر. اكيد بدي اتشكرك على هاي المعلومات اللي قدمت لنا اياها فعلا، وبنتمنى الصحه والسلامه للجميع، وانه يلتزموا بحميات غذائيه منظمه ودقيقه ليتمتعوا بالصحه. شكرا جزيلا اختصاصي التغذيه الدكتور فادي خشروم على هاي المعلومات اللي قدمت لنا. شكرا يعني. شكرا لكم لاستقبالكم الكريم. شكرا. مشاهدينا، يعاني بعض الأطفال من نمط من السلوك والتصرفات غير صحيحة التي تتدرج في إطار الاضطرابات المؤثرة على شخصية الطفل ومستقبله إن لم يتم علاجه والتعامل معه بشكل سليم. نتعرف إلى أحد هذه المشكلات في هذه الفقرة. السلام عليكم ويسعد أوقاتكم جميعا الأعزاء المشاهدين. حلقتنا اليوم عن المشاكل السلوكية عند الأطفال في المدارس وبشكل عام، واللي هي أحيانا تؤدي إلى إعاقة في الاندماج بجو المدرسة وبجو الطلاب وبجو الصف، وحتى أحيانا تعيقهم عن التحصيل الدراسي والإنجاز الدراسي. أهم المشاكل السلوكية أو المسلكية عند الأطفال التي تلاحظ في المدارس اضطراب المسلك. اضطراب المسلك يعني بالعامية هذا الطفل الشقي المؤذي، يعني يلي بيهجم على الأطفال، بيعمل عصابات، عدواني، بتنمر على بقية الطلاب، بيسرق أغراض رفيقه، بيسرق مقلمته، مصرياته، صندوقه، أي شيء يعني من إيده، بيكذب، أو ممكن يحمل أداة حادة للتهجم، أو بغيب بيهرب المدرسة، يعني أو أحيانا بيهرب من البيت، أو بيغيب فترات طويلة دون إذن. المهم العدوانية والكذب والسرقة والأذى، هي كلها تسمى اضطراب المسلك. وأيضا هذا الاضطراب هو
الاضطرابات التي يجب ان تعالج، عوضا ان نسمي هذا او يعني هذا الاضطراب اذا لم يعالج يصبح الطفل منبوذا ويلقب بالشرير او المؤذي. لذلك ننصح المدرسه والموجهين والاهالي ان يتوجهوا للعلاجات هناك عن طريق الهلال الاحمر، عيادات في كل سوريا وفي كل مكان لعلاج هذه الاضطرابات السلوكيه. وعلاج اضطراب المسلك ايضا له علاج سلوكي، هي عن طريق الاخصائيه تكون خريجه علم النفس تعالج المشاكل السلوكيه عند الاطفال، وخاصه الارضيه التي نشات عليها بيئه اهل الطفل، ما الاسباب التي دفعت الطفل الى هذه المشاكل. من نهاية أنصح الأهالي أن يوجهوا هذه النوعية من الأطفال للعلاج كي لا نسبب الظلم لهذا الطفل، لأنه عمليا في جزء أهم هو مو بإيد الطفل، يعني بمعنى هو اضطراب يجب أن يعالج. ونتمنى التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب. أحبتنا، قبل أيام احتفى العالم باليوم العالمي لهشاشة العظام. هذا المرض المؤثر على حياة المريض لابد من إعطائه الأهمية اللازمة للوقاية والعلاج منه في حال إصابة به. نتعرف إلى أسباب هذا المرض بسرنا أن نستضيف معنا بالاستوديو الدكتور طريف النميري، استشاري بالجراحة العظمية. أهلا وسهلا فيك، يسعد أوقاتك. نعرف نحن يعني دائما بتلبي رغبتنا بحضورك للبرنامج، وكان عندك عمليات، شكرا جزيلا لحضورك. طبعا يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم. أكيد واجب أنه دائما نلبي حضراتكم ولذوقكم وذوق مشاهديكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. بالبداية قبل ما نبلش بالمحاور، خلينا نمر مرور سريع على هشاشة العظام. شو هي هشاشة العظام؟ هشاشة العظام طبعا احنا من عدة أيام تقريبا 2010 كنا عم نحتفل باليوم العالمي للتوعية بمرض هشاشة العظام. تمام. هذا المرض الذي يسمى هشاشة العظام هو مرض يصيب السيدات والرجال. سابقا كنا نقول فوق 70 سنة، ثم تراجعنا 65 سنة، 60 سنة، حاليا عم نقول فوق 50 سنة. فهو يصيب فوق 50 سنة السيدات ويصيب الرجال. هذا المرض هو عبارة عن تخلخل في بنية العظام بسبب عدم تراكم الأملاح المعدنية اللي على رأسها الكالسيوم في الفراغات اللي موجودة بين نسيج العظمي. فهذه الفراغات تتسع وتكبر بحيث يصبح العظم هشاً وقابلاً للكسر بسهولة. أي رد، أي إصابة لمفروض العظم القاسي الصلب السليم لا تكسره، تصبح لدى مريض المصاب بهشاشة العظام قابل للكسر. لما بنقول عند السيدات فوق 50 سنة، فهم السيدات اللي فقدوا الدورة الشهرية، اللي صاروا في سن انقطاع الهرمونات النسائية. أما لما عم نقول بالنسبة للرجال كمان فوق 50 سنة، فهي غالبا عند الرجال المدخنين اللي بيشربوا الخمور بشكل كبير، الرجال مثلا اللي بيتناولوا أدوية الكورتيزون أو عندهم أمراض أخرى وأدوية أخرى تسبب فقدانهم للكالسيوم. طيب خلينا نحكي عن الأعراض دكتور، أعراض هشاشة العظام، كيف شو هي الأعراض فعلا تبين على أو بتظهر على المريض بهي الحالة؟ هذا المرض حاليا كل 3 ثواني في العالم تصاب امرأة أو رجل بكسر بسبب هذا المرض. كل 3 ثواني. هو يصيب امرأة من كل 3 نساء ورجل من كل 5 رجال. حاليا حسب الإحصائيات العالمية حوالي 200 أكثر من 200 مليون شخص يصابوا بمرض ترقق العظام. إذا نحن أمام مرض متفاقم. هذا المرض يسمى المرض الصامت لأنه ما له أعراض. لبين ما تظهر الأعراض لهذا المرض يكون قد استفحل وأصيب المريض بترقق عظام بشكل كامل. لكن هناك أحيانا بوادر ومشعرات ممكن الطبيب يلقطها، ممكن الطبيب يستطيع التقاطها من القصة السريرية للمريض. فمثلا أو المريضة، فمثلا لما تأتي مريضة تقول له دكتور والله أنا المانتو أو البنطرون كان طويل علي، عم بحسه أنه قصر. تمام، فهون لازم الطبيب يلقط أنه موضوع ممكن صار عندها نقص في طولها نتيجة هشاشة العظام، فأصبحت الفقرات
تناقص ارتفاع الفقرات فنقص طولها. ممكن المريضة تقول له دكتور أنا والله حاسة إنه الشنطة لما بحملها بحطها على كتافي عم يوجعوني كتافي من وزن الشنطة. الجاكيت إذا شتائي بتقول لك المريضة دكتور أنا حاسة إنه الجاكيت تقيل علي. مريضة أخرى ممكن تيجي تقول لك دكتور والله أنا عم بحس حالي وعم يقولوا لي الناس إنه عم بنحني، عم يزداد انحنائي للأمام، أنا ما كنت هيك كنت مستقيمة. عم يزداد انحنائي، عم يشوفوني. يعني ما في بوادر ألم، ما في أبداً إنه. بالمراحل الأولى لا يوجد. تمام. مشعرات ممكن الطبيب إذا تفحص أو سأل أسئلة موجهة ممكن يعثر على هذه الأعراض. ممكن يسأل مريضة سكري. نمط أول تأخذي أدوية، تأخذي أنسولين. بيأثر دكتور؟ أكيد. أنت مريضة بتأخذي مثلا كورتيزون، حبوب، إبر بشكل متواصل. لديك وراثة ترقق العظام، أمك، ستك، عماتك، خالاتك، هل إحداهن أصيبت بترقق العظام أو صار عندها كسر بعد إصابة بسيطة أو ردة بسيطة؟ العرق الأبيض، العرق الآسيوي، الآسيوي الأوروبي، السيدات ذوات البشرة البيضاء، السيدات ذوات الوزن الخفيف في مقتبل العمر، كل هاي عوامل انت بالقصه السريريه ممكن تلقطها انه تتوجه انه هي السيده. تمام، يعني بيتم من خلال الفحص السريري ما له اعراض. تماما. طيب تمام. دكتور المعروف انه هشاشه العظام هي مرض السيدات اذا فينا نقول اكثر من الرجال، يا ترى يعني فينا نقول الاسباب هي على الحمل، الولادات، او مثلا في اسباب ثانيه غير هيك؟ اكيد احنا مثل ما قلنا انه سيده من كل ثلاث سيدات يصابنا بترقق العظام، يعني نسبه عاليه جدا، ورجل من كل خمسه. تمام. فهو يصيب السيدات بنسبه اكبر من الرجال. مثل ما قلنا هناك عوامل تساعد او تزيد من نسبه الاصابه بهشاشه العظام، مثل ما قلنا العرق، الجنس، النساء، الوراثه، الادويه، الحمول. بالنسبه للحمول اكيد الحمول العديده طبعا 10 11 12 بنشوفه هي بالارياف. بالمدن ما بنشوف هيك اعداد. تمام. بالمدن بنشوف 2 3 4 متوسط بهالام وبهالحدود هي، ما بيطلع فوق 5. فطبعا الحمول 9 اشهر ببطنها وسنتين عم تردوا على ايديها، إيه شلون هذا الحكي؟ من وين عم تستنزف الكالسيوم؟ من وين الطفل عم ياخذ الكالسيوم لجسمه لحتى يستطيع يوقف ويمشي؟ من وين طلعوا اسنانه؟ من الكلس اللي موجود بحليب أمه. طب هذه الأم هل هي عم تعوض؟ هل هي عم تشرب حليب لشخصين؟ هل هي عم تأكل غذاء لشخصين؟ هل عم تأخذ بروتينات لشخصين؟ هل إذن أكيد لا، فبالتالي عم ينقص عندها. يعني نتعوض بمكملات غذائية. المخزون، المخزون اللي بجسمها اللي مفروض أنه خزنت بجسمها بعمر 20 سنة ل 30 سنة، مخزون في بيت المونة اللي بعظامها اللي هو بعد 30 سنة لن يزيد هذا المخزون. أنت بعمر 20 إلى 30 سنة مطلوب منك أنه توفري مونة في عظامك من الكالسيوم والفيتامينات والمعادن، فهذا المخزون لم يكن كافي، هذا المخزون استنزف في حمولات عديدة. تمام. هذا المخزون استنزف مرض سكري، مرض فيه كورتيزون، مرض فيه أدوية صرع، مرض فيه أدوية شحوم، مرض فيه أدوية معدة، مرض أدوية صرع، كل هاي عم المخزون هذا عم تروحنا إياه. وإحنا بالأصل عنا المخزون ضعيف وعنا عوامل سلبية، الجنس، الوراثة، اللي عديناهم سابقا، فبالتالي عم نوصل على 40 على 50 صرنا في مرض ترقق عظام، هشاشة عظام. تمام. طيب دكتور بوقت هشاشة العظام أو الكسور المحتملة أكيد اللي ممكن يتلقاها المريض هون قديه في خطورة؟ يعني شو هي الحيثيات اللي بتصير بعد الكسر؟ يا ترى في شفاء من الكسور أو لا بيصير متجدد أو متبدل أو؟ تمام تمام. طبعا إحنا دائما بحاجة لتشخيص مبكر لمرض هشاشة العظام ومعرفة درجته، بناء على هالدرجة إحنا نستطيع إيقاف هذا التدهور في الكتلة العظمية، يعني الفراغات اللي حكيناها وترسب الكالسيوم والمعادن اللي حكيناها. عندما نشخص المرض ونعرف الدرجة نستطيع التدخل مباشرة لإيقاف التدهور، فبيكون هدفنا منع الكسور. تمام. إقلال نسبة حدوث الكسور. تمام. هذا هدف بالعلاج. أما إذا المريضة شخص لها ترقق العظام هنا من الصعب الوصول لأمور علاجية. هنا فقط إحنا بموضوع سندور في موضوع الوقاية من الكسور.
انكسرنا، أصبح هناك كسر، هنا أصبحنا في مجال أنه هذا الكسر يشفى بأسرع وقت ممكن، لأنه مريض هشاشة العظام تتباطأ لديه الشفاء من الكسور. فمثلا الكسر اللي بحاجة لجبصين واللي بحاجة للشفاء بثلاث أسابيع بشهر أكيد رح تتضاعف هاي المدة. الكسر اللي بحاجة لاستجدال بمواد معدنية صفائح أو براغي أو 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 أكيد بده التأهيل تبعه والشفاء تبعه رح يطول لفترة طويلة. لأنه إحنا هون عم نشتغل لعظام ضعيفة، عظام هشة، عظام الفراغات بين النسيج تبعها كبيرة، فكيف بده يعلق البرغي، كيف بده يعلق السيخ، كيف بده تعلق الصفيحة، قديش بده وقت ليترسب كالسيوم عنا لهالفراغات لحتى تسد محل الكسر ومحل الشق اللي يعني هذا السؤال بدنا نسأله. أنه ممكن نعود دكتور يعني أثناء المرض ممكن مثلا في مغذيات أو حتى أدوية بتعود يعني بتصلح الوضع؟ إحنا لما بنكون في موضوع هشاشة العظام حكما الموضوع صار صعب، حكما صار موضوع العلاج ضعيف جدا للشفاء. مثل ما قلت احنا هون في موضوع وقاية، لكن دائما في حلول، وهذه الحلول يجب انه استعمالها بكل قوة حسب درجة الهشاشة اللي موجودة عنا. طبعا احنا نشخص هشاشة العظام عن طريق جهاز اسمه جهاز قياس الكثافة العظمية او ديكسا. هذا الجهاز بيعطينا قديش بالظهر الكثافة العظمية بكل الفقرات القطنية، قديش بالورك، قديش بالرسغ، وأحياناً ممكن نطلب لكامل الجسم. فبيعطينا بدقة قديش هناك نقص في الكثافة العظمية. عن طريق هالدرجة إحنا بنحسب أنه قديش احتمال خطورة الإصابة بالكسور. فهنا نبدأ التداخل من متممات غذائية لمعدنية للكالسيوم والمعادن أخرى، من متممات غذائية لفيتامين دال. أصبح غير كافي فقط هذه العلاجات، أصبح هناك حاجة لإضافة أدوية نوعية، أدوية كيماوية اللي هي البيفسفونات اللي هي ريزيدرونات والألندرونات وممكن أدوية أخرى. هذا الموضوع أصبح بشكل دائم المريض بحاجة لها الأدوية والجرعات من هذه الأدوية، منها ما هو الأسبوعي، منها ما هو الشهري، منها ما هو تسريب وريدي. فإذن هناك علاجات، هناك طرق، لكنها طبعا بحاجة إلى وقت طويل لتعطي فاعلية، وخاصة إذا كان كبار السن يعني. تمام. هون بيكون الوقت فات يمكن ما كتير بتجدي. أكيد. 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 طيب دكتور، هيك نصائح وقائية حتى فعلا المرضى ينتبهوا على حالهم أو حتى ما نوصل لهي الدرجة اللي ما منها شفاء أو بيكون الشفاء بطيء للغاية؟ طبعا احنا نبدأ بالنصائح بالفتيات والسيدات اللي بعمر 20 ل 30. انت هون بالمرحلة الذهبية لتموني وتخزني وتعملي مطمورة وتعملي خزنة قوية ومتينة من الكتلة العظمية. وللأسف بهالفترة هاي بتلاقي البنات بيلجأوا للريجيمات وللتنحيف، يعني وما بيأكلوا منيح وما بيهتموا بالغذاء منيح وما بيهتموا بالغذاء النوعي اللي فيه فيتامينات ومعادن وكالسيوم و فللأسف احنا هون يعني عم نضيع هالفترة هاي، وما حد عم يقول لهم انه انت بالعشرين وثلاثين هون الفترة الذهبية لعظامك. قد ما مونتي كالسيوم بعظامك هو اللي راح يضل معك، ورح تبلشي بعد 30 تبلشي تفقديه بالتدريج. فهذا هو المرحلة الأولانية للتوعية. بنيجي المرحلة الثانية للتوعية اللي هي المرحلة ما قبل انقطاع الهرمونات النسائية. كمان هون بنبلش بنقول لهم اهتموا بغذائكم، اهتموا بفيتامينات ومعادنكم. إذا كنتوا تعانوا من مرض فحكما بدكم تدخلوا إذا الكالسيوم وفيتامين دال عن طريق المتممات الغذائية. إذا كنتوا من السيدات اللي تعانين من الأمراض اللي ذكرناها أو تتناولنا الأدوية اللي ذكرناها، حكما لازم يدخل ببرنامجك الدوائي والعلاجي كالسيوم وفيتامين دال. دائما بننسى أو بينسوا الأطباء أنه ينبهوا على موضوع البروتين. موضوع البروتين مهم جدا، وهو أحد المكونات الرئيسية من مكونات العظام، وكمان هذا اللي بيفقدوه السيدات لما يبلشوا يعملوا ريجيمات، ما بيهتموا بالبروتين. البروتين والأملاح المعدنية هي المكون الرئيسي للعظام، فإحنا بحاجة بروتين، كالسيوم، فيتامين دال. أي أمر آخر لا يقل أهمية عن الأمر الماضي اللي هو طبيعة الحياة. إحنا نساءنا ما بيمارسوا رياضة، ما بيمارسوا رياضة. لحتى نحصل على عظام قوية متينة وكتلة عظمية متينة بحاجة لممارسة تمارين رياضية.
حتى لو عم ناخذ كلس وفيتامين د ومثبتات الكالسيوم وفيتامين د اللي هي الادويه الكيماويه او الادويه الهرمونيه، فاحنا بحاجه لبرنامج رياضي يكون فيه شد على العظام، يكون فيه تمارين تقويه على العظام. يعني بيقولوا لي دكتور مشي منيح، بنقول لهم ايه منيح المشي، بس مشي سريع مع خبطه، خبطه قدم ثلاث مرات بالاسبوع لمده نصف ساعه على الاقل. اما مو تمشي بالسوق هذا مو مشي ومو رياضه تماما. فبده يكون في تمارين يكون فيها ضغط وعبء على العظام حتى يكون في عمليه كيماويه وعمليه هرمونيه لترسب الكالسيوم والاملاح المعدنيه على العظام. امر اخر، هناك عوامل سلبيه لازم نشيلها، التدخين، الكحول، عدم التعرض لاشعه الشمس، عدم الاهتمام بالغذاء المناسب، الادويه. في ناس مثلا الطبيب لمره واحده وصف له دواء معده، تيجي بتقول لك 20 سنه عم تاخذ دواء معده، ليش؟ الطبيب وصف لك اياه شهر شهرين، ليش تعتبري انه خلص هذا دواء دائم؟ مو دواء دائم. مثلا وجدنا شحوم عند المريض، وصفنا له دواء شحوم، انت شهر شهرين تعمل تحليل لقيت الشحوم نزلت بتوقفه، تيجي بتقول لك المريض انا لا ادويتي الدائمه دواء خافض الشحوم ودواء المعده، ليش بضلك تاخذه؟ انت هيك عم تروح كلسك وفيتاميناتك ومعادنك. اسال دكتورك قديش بدي اخذه هذا الدواء، بعد قديش لازم اعمل تحليل، هل بكفي على الحميه الغذائيه؟ لا بتلاقيهم لا صار من دواء دائم عندهم، صار عندهم الدواء دائم. طبعا فاحنا اشعه الشمس، فيتامين د، التمارين الرياضيه، العوامل السلبية نقللها والعوامل الإيجابية نزيدها. تمام، أكيد هاي المعلومات فعلا كانت غنية، وإن شاء الله يعني يكون هدول النصائح هي فاتت على كل بيت لكل المشاهدين. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور طريف النميري استشاري بالجراحة العظمية على وقتك أولا وعلى المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا مشاهدينا، لهون نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، برنامجكم أسرار الصحة. دائما تابعونا بنفس الموعد، كونوا بألف خير، إلى اللقاء.